ونجي للتويتر، من ضمن الهاشتاجات اللي تم تداولها عالميا هاشتاج هل وقت نحتاج. توالت التعليقات المغردين المتفاعلين ضمن هذا الهاشتاج في إطار يخص كل شخص، شنو أمنيته أو شنو احتياجاته لهاي اللحظة أو للمستقبل القريب مثل ما يقولون. وكان من بين هاي التعليقات أشخاص أكدوا أنه هاي اللحظة نحتاج للصدق والوفاء والحب، والجزء الآخر منهم كان متفاعل ضمن هذا الهاشتاج مؤكدين أنه إحنا دائماً بحاجة للصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى تعليقات أخرى وصفت بأنها كوميدية ومضحكة ولطيفة أيضاً. مشاهدينا خلونا سويا نشوف صور لبعض التغريدات يلي اقتنصتها فقرة السوشيال ميديا لكم ضمن هاشتاج هالوقت نحتاج. We put the good in the good.